لو بقالك كتير ما بتحلمش بكوابيس اتفضل معانا وانا هحكي لك اجمد كابوس ممكن تسمعه وتشوفه في حياتك. قصتنا بتبدأ بسلون وهي بتجري وبيبان انها بتهرب من حد، ولما جرس التليفون بيرن بترد وبتستنجد باللي بيتصل انه يلحقها لانها مخطوفة، وبتتفاجئ لما تلاقي اللي على التليفون عارف اسمها وبيتضح انها بتكلم الخاطف شخصيا واللي هو مستر رورك. وفجأة بنسيب سلون لمصيرها اللي ما نعرفش هو ايه، وبنروح نتعرف على جوليا اللي بتشتغل في جزيرة كده شبه جزر المالديف اللي صورها بتتحط على الديسك توب دي. بيبان على جوليا انها موظفة سعيدة بشغلها، وبتشوف ان طيارة الضيوف وصلوا فبتروح تبلغ رورك، وهنا بنفهم ان رورك الخاطف هو صاحب الجزيرة. بتروح جوليا واللي بتكون مساعدة رورك الشخصية هي ومجموعة من الموظفين عشان يستقبلوا الضيوف، وبيكونوا باتريك وجوين وجي دي وبراكس وميلاني، كل واحد من دول جاي لوحده ما عدا جي دي وبراكس لانهم اخوات. وبيتضح انهم كسبوا في مسابقة عملها رورك كنوع من انواع الدعاية لجزيرته، وبتقول لهم جوليا ان كل المطلوب منهم هو انهم يستمتعوا ويعيشوا حلمهم اللي كتبوه في الاستمارة واللي رورك هيساعدهم انهم يحققوه، وبعد كده يكتبوا تقييمهم على النت وشكرا. بنلاحظ وجود راجل كبير بيراقبهم وبيكون مظهره كده زي المتشردين، الراجل ده اسمه دايمون وخلينا فاكرينه كويس. المهم ان كل واحد من الضيوف بيروح على اوضته عشان يجهزوا بالليل لمقابلة رورك، وبتلمح جوين في اوضتها شخص مرعب لكنه بيختفي في ثانية، وبتتخيل انها مجرد تهيؤات. اما جوليا لما بتخرج من عند جوين بعد ما وصلتها لاوضتها بنلاقيها بتنزف من مناخيرها دم وبتحاول تداريه، وبالليل فعلا بيتجمعوا كلهم مع رورك وبيقول لهم ان دي جزيرة الاحلام هتحقق لهم احلامهم بس للجزيرة شروط، وهي ان لكل واحد فيهم حلم واحد بس يحققه، والاكيد ان الجزيرة هتحقق له حلمه، لكن اللي ما نعرفوش هي اثار الحلم ده ايه، واللي لو ما عجبتش صاحبها لازم يخوض التجربة كاملة، ما ينفعش يوقفها ولا يتراجع عن حلمه في النص. وبتبدأ الأحلام بحلم جي دي وبراكس اللي بياخدهم رورك لمكان فيه كل الحرام اللي ممكن تتخيله، الليلة خمرا ونساء ورجال برضه عشان براكس شكله كده بسكريتا، بيقول لهم انتوا كتبتوا انكم عاوزين تعيشوا كل حاجة، وهو بيحقق لهم الحلم ده وهيعيشوا في الفيلا دي بكل اللي فيها لمدة أسبوع. طبعا بيطيروا من الفرحة، وبنلاحظ ان براكس هو كمان بيشوف الشخص المرعب اللي شافته جوين، ولكنه بيختفي بسرعة وبيتخيل براكس انه تقل في الشرب شوية. تاني يوم بتصحى جوين بتلاقي موظف الجزيرة جوه اوضتها، بتتخض جدا لكنه بيقول لها انه مستر رورك في انتظارها، فبتروح تقابله وبتكون مقابلتهم اشبه بجلسة علاج نفسي. بيقول لها رورك ان حلمها غريب ومختلف، اللي طلبته هو انها تبطل تحس بالندم وانها عاشت عمرها كله بتندم على حاجات كتير. بيسألها عن اكتر لحظة نفسها تغيرها، فبتقول له رفضها لحبيبها ألين لما تقدم لها، وانها رفضته عشان دايما بتشوف نفسها قليلة وما تستاهلش تتحب، فما كانتش مصدقة انه بيحبها بجد. فبيقرر رورك يمنحها الفرصة التانية عشان تصلح غلطتها، وبيفتح لها باب بتلاقي نفسها في نفس المطعم اللي ألين اتقدم لها فيه. بتفتكر ان رورك صمم لها الديكور عشان يفكرها بالموقف ويعالجه كأنه علاج بالصدمة، لكنها بتتفاجئ لما بتشوف ألين قاعد مستنيها. أول ما بتشوفه بتعتذر له إنه جه كل المسافة دي وإن المسابقة كلمته، وبتقول إنهم بقالهم أكتر من 5 سنين ما تقابلوش، فبيضحك ألين وبيقول لها إنهم لسه كانوا مع بعض الصبح. بتفتكره في الأول بيمثل بس بتلاقيه بيتكلم بجد، ومش بتكون فاهمة إزاي رورك قدر يعمل كده، لكنها بتستغل الفرصة وبتقبل تتجوزه لما بيعرض عليها الجواز. وفي الناحية التانية بتكون ميلاني وباتريك واقفين مع بعض بيحكوا وهم قاعدين مستنيين حلمهم يتحقق، وبتقول ميلاني لباتريك إن حلمها هو إنها تنتقم من سلون زميلتها في المدرسة اللي عيشتها حياة سودة طول سنين دراستها من كتر ما كانت بتتنمر عليها وجابت لها عقدة نفسية. أخدتوا بالكم من حاجة؟ ميلاني عاوزة تنتقم من سلون اللي ظهرت في بداية الفيلم وكانت بتستنجد بأي حد ينقذها، وطلع رورك خاطفها. أما باتريك فقال لها إن حلم حياته كان يبقى ضابط جيش عشان يكون بطل زي أبوه اللي فدى الجنود وأخد القنبلة عشان يحميهم، لكن مامته رفضت وبقى مجرد ضابط شرطة. وهنا بيوصل لهم رورك وبيقول لميلاني ان حلمها بدأ، وبيطلب منها تطلع بالاسانسير لدور معين وهناك هتبدأ تحقق حلمها. فبتطلع ميلاني وكلها حماس وبتلاقي نفسها داخله مكان زي الكنترول روم، بتبدأ تصور فيديو عشان توثق اللحظة، وفجأة بتلاقي في أوضة إزاز سلون مربوطة ومتكتفة. بتتخيل في البداية إن دي تقنية هولوجرام وإنه أكيد دي مش سلون بجد، وفي خيالها إن رورك بيحقق لهم أحلامهم افتراضيا مش بجد، وبتلاقي أنوار قدامها بتنور وكل ما تدوس على حاجة تكون أداة تعذيب لسلون، مرة تكهربها مرة تنزل عليها مية مش نظيفة، لحد ما بيظهر فيديو لسلون وهي بتخون جوزها، وبزرار التحكم اللي عند ميلاني بيتم نشر الفيديو على صفحتها وبيوصل لجوزها. وبتتفتح كاميرا بنشوف من خلالها جوز سلون وهو بيشوف خيانة مراته ليه، فبتبدأ ميلاني تحس ان في حاجة غلط،
وإن دي تبستون بجد مش مجرد هولوجرام، وبتلاقي راجل لابس لبس دكتور داخل ومعاه عدة العمليات عشان يقطع سلون. فهنا بتقرر ميلاني تنقذها، وبالتحكم اللي عندها بتكهرب الدكتور وبتدلق عليه ميه وبتكسر الازاز وبتنقذ سلون. ولما سلون بتسال ميلاني هي ازاي هنا، بتقول لها ميلاني انها زيها برضه مخطوفه، بس مش بتقول لها الحقيقه. اما جي دي وبراكس بيكونوا هايصين وبيكتشفوا مكان مليان سلاح جوه الفيلا، ولما بيقعدوا في قعده الخمر والنساء بيلاقوا ناس مسلحين بيقتحموا الفيلا، فبيحاولوا يهربوا ويدخلوا الأوضة السرية اللي اكتشفوها، لكن للأسف مش بيلحقوا يدخلوا لأن البنات اللي كانوا معاهم بيختاروا يدخلوا هما ويقفلوا الباب، وبيبيعوا جي دي وبراكس. طبعا ده بيوقعهم في ايد المسلحين اللي بيقولوا لهم انهم صحاب الفيلا دي، وان الفيلا دي كان فيها فلوس واتسرقت. بيحاولوا يقنعوهم انهم هنا تبع مسابقه رورك، لكن لا حياه لومان تنادي، محدش مصدق قصتهم. وباتريك كمان بيكون بيعيش حلمه لما رورك بيلبسه لبس ضابط جيش وبيوديه للغابه وبيقول له من هنا هتبدا رحلتك. بيظهر دايما لباتريك وبينصحه يهرب، وبيقول له ان الجزيره مش احلام زي ما هو فاكر، دي مجرد كوابيس هتؤدي لموته. بيحصل هجوم في اللحظه دي من ضباط جيش على باتريك، وبيخلع دايما من غير ما حد يشوفه، وبيحاول باتريك يقول لهم انه ضابط زيهم لكنهم مش بيصدقوه، وبيودوه للقائد بتاعهم اللي بيكتشف انه ابوه. بيسحبوا القائد من سلسلته وبيلاقي عليها اسمه، فبيستغرب ازاي باتريك لابس سلسله باسمه وصورته، مش بيلحق يفهم منه لانه بيحصل هجوم عليهم. وباتريك كل ده متخيل ان رورك جايب له شبيه لابوه اللي مات بطل عشان يعيشه حلم انه بيشتغل معاه. بتصحى جوين من النوم بتلاقي نفسها متجوزه ومخلفه من ألين بقالها 5 سنين، ولما بتشوف بنتها بتحس انه مش هي دي الحياه اللي اختارت تعيشها، وحتى مش فاكره اهم لحظات في حياتها من حمل الولاده. فبتترجى رورك انها تعيد حلمها بصيغه تانيه، فبيقول لها ان لكل حد حلم واحد. بتقول له هي حلمها كان تبطل ندم، واكتر حاجه ندمان عليها هي انها ما ساعدتش جارها اللي مات محروق وكانت هي سبب الحريق في البيت. بيوافق رورك وبيفتح لها الباب اللي بتدخل منه على عمارتها وهي بتتحرق، لكن في الوقت ده بتكون سلون وميلاني بيحاولوا يهربوا وبيقابلوا الديمون اللي بيفهمهم التيتا بتاعت الفيلم، وان الجزيره دي ملعونه وانه جه هنا لما سمع عنها، وبياخدهم لمجرى المياه اللي فيها السحر كله واللي فيها صخره اللي بيبص لها بيشوف حلمه. وهناك بتشوف سلون نفسها وهي في حضن جوزها، وبيكون ده حلمها ان جوزها يسامحها وترجع له. وبتعرف سلون من كلام ديمون ان ميلاني جت الجزيره مع الضيوف مش مخطوفه، ووقتها بتعترف لها ميلاني بالحقيقه وبتقول لها انها كانت فاكراها هولوجرام وما كانش قصدها تورطها في كل ده. وبيظهر لهم الدكتور اللي عاوز يموت سلون تاني، وبيقرر ديمون يفديهم، فبياخده بيزقه وبيترمي هو والدكتور المرعب من جبل عالي، وبيضحي ديمون بنفسه عشان سلون وميلاني يعيشوا بعد ما بيكون اداهم رقم شخص ممكن ينقذهم ويجي لهم بالطياره. بتفتكر ميلاني انه كان في تليفون ارضي في اوضه التحكم اللي دخلتها، وبيقرروا يرجعوا عشان يكلموا حد ينقذهم. المسلحين بيكونوا هيقتلوا جي دي وبراكس لو ما قالوا لهمش على مكان الفلوس، فبيقرر جي دي يخدعهم وبيقول لهم على مكان الفلوس انه في اوضه السلاح، فبياخدوا اخوه عشان يوريهم الفلوس، ولما بيروح معاهم بيدخل يقمر قنبله وبيهددهم بيها، فبيرموا سلاحهم وبيمشوا معاه عشان ينقذ اخوه. وفي الوقت ده بيكون باتريك وابوه بيتكلموا، وبيحكي له باتريك انه ابنه في المستقبل وان ابوه مات بطل بعد ما ضحى بنفسه في فنزويلا عشان ينقذ جنوده. بيتصدم الاب وبيقول له ان معنى كده انه هيموت دلوقتي لانهم متجهين لمهمه في فنزويلا، فبيقرر الاب يهرب ويسيب الجنود عشان يرجع لابنه باتريك الصغير، لكن باتريك بيمنعه وبيقول له انه كده هيبقى جبان وهو عاش عمره كله فخور بان ابوه بطل وحلم حياته يكون بطل زيه. بتحصل مشادة ما بينهم، بس في الاخر بيوافق ابوه يروح المهمه وبيوعده باتريك انه هيحميه وهيروح معاه، وفعلا بيروحوا وبتطلع المهمه انهم يقتحموا الفيلا اللي فيها جي دي وبراكس عشان يحاربوا الاشرار اللي هناك. اما في حلم جوين بتحاول تنقذ نيك جارها من الحريقه وبتقابل براكس على السلم، مش بتكون فاهمه ايه اللي جابه، لكنه بيكون بيهرب وبيجري هو واخوه، وبتنزل هي كمان عشان تقول للشرطه ينقذوا جارها نيك، وبتلاقي الضابط هو باتريك اللي مش بيتعرف عليها. وقتها جوين بتستغرب، لكن مفيش وقت للاستغراب وبتقرر تطلع بنفسها تنقذه. بتعمل كل محاولاتها من غير فايده لحد ما بيغمى عليها من الدخان، وبتلاقي ان جوليا بتطلعها بره المكان ده عشان تخرجها من حلمها وتنقذها بدل ما تموت. وبيحصل ضرب نار بين الاشرار وجيش ابو باتريك، وفي المعركه دي بيتقتل جي دي. بيتصدم براكس، لكن ما بيكونش في حل غير انه يهرب مع باتريك اللي بيطلب منه ابوه يمشي، وبيضحي ابوه بنفسه عشان يحمي الباقي، وبيموت بطل زي ما مات زمان بطل. وفي اوضه الكنترول بتلاقي سلون وميلاني باتريك وبراكس داخلين عليهم وبيقولوا لهم انهم لازم يهربوا وانهم في مكان خطر على الكل. بيجروا مع بعض وفجاه بيقابلوا رورك وبتحصل مواجهه معاه،
وبتيجي جوين وبتفضحه وبتقول لهم انهم هنا مش عشان يحققوا حلمهم، لكن كلهم هنا عشان يحققوا حلم شخص تاني وهو نيك. بنكتشف وقتها ان براكس بيبقى زميل نيك في الجامعة، وجوين جارته، وميلاني حبيبته، وباتريك ضابط الشرطة اللي جه وقت الحريقة. يعني نيك هو العامل المشترك اللي بينهم كلهم. مش بينكر رورك ده وبيقول لهم فعلا عشان نيك يرجع يعيش تاني لازم كلهم يموتوا. بيسمعوا صوت الطيارة اللي طلبوها بتوصل، فبيضربوا رجالة رورك وبيحاولوا يهربوا، ولما بيقفوا قدام الطيارة بيلاقوها بتنفجر قبل ما تنزل، لأن الأشرار المسلحين دول ما بيموتوش وبيكونوا زي الزومبي، بيضربوا صاروخ على الطيارة وبيفجروها. فبيهربوا كلهم للكهف اللي وداه لهم دايمون، وبتحكي ستون وميلاني ليهم ان الكهف ده فيه المية اللي هي اساس السحر. بيقترح عليهم باتريك انه بالقنبلة اللي معاهم يدمروا الصخرة اللي فيها الاحلام جوه المية، وبكده الكابوس ده ينتهي. وفعلا بيدخلوا الكهف، لكن هناك بيبدأوا يختفوا عن بعض واحد ورا التاني، وبنشوف مجموعة مشاهد لكل واحد فيهم غير مبررة الا انها شوية رعب على كوابيس. المهم اننا بنستغرب لما بنلاقي ميلاني بتضرب باتريك بالسكينة، وبتروح لجوين وبراكس وسلون وبتعترف لهم ان هي اللي مجمعاهم كلهم هنا، وان ده حلمها هي، لانها عاشت عمرها كله حاسة ان في حاجة ناقصة بسبب تنمر سلون عليها، والوحيد اللي حسسها بحب كان نيك، وكلهم كانوا السبب في موته، سواء جوين اللي تسببت في الحريق، او براكس اللي هرب من غير ما ينقذه، او باتريك اللي رفض يطلع ينقذه وقرر يستنى المطافي، وطبعا سلون معاهم عشان هي اللي حسستها بالنقص طول حياتها. بنلاقي ان باتريك لسه ما ماتش وبيكون مصاب من سكينة ميلاني. بيظهر رورك وبتقول لهم ميلاني ان رورك الجني بتاع الجزيرة دي، وان جوليا هي مراته وحب حياته وبيعمل كل ده عشانها. بينفذ طلبات الجزيرة عشان جوليا تفضل معاه، لأن جوليا كل فترة بتموت بسبب مرضها، والجزيرة بتحييها وترجعها له تاني، وبتكون ناسية إنه جوزها، وبيتعرف عليها من تاني وبتمرض وبتموت وهكذا. بياخد منهم يورك القنبلة وبيرميها في المية، وبيقول لهم عشان مراته جوليا لازم حلم ميلاني يكمل للآخر، وبيخرج وبيسيبهم، وبيقابل جوليا اللي بتكون خلاص بتحتضر، وبتقول له إنه لازم يكون عادل، وكل واحد من دول عنده حلم لازم يحققه، مش ميلاني لوحدها اللي تحقق حلمها، اي حد بيدخل الجزيرة لازم حلمه يتحقق، وساعتها بتموت جوليا. بيرجع لهم رورك مرة تانية وبيقول لهم ان من حقهم احلامهم تتحقق، فبتشرب سلوب من المية بسرعة، وبتقول ان حلمها ان ميلاني ترجع لنيك للابد، يعني من الاخر تموت وتروح له وتريحنا كلنا من الكابوس ده، حلم صايع وذكي من سلون. وفعلا بيطلع نيك من المية، واللي بيتضح انه هو الشبح اللي بنشوفه من اول الفيلم، بيكون محروق ومتفحم، بيسحب ميلاني ليه وبيغرقها معاه وبتموت، لكن ميلاني قلبها اسود بتفرفر في المية وبتطلع منها عشان ترمي عليهم القنبلة ويموتوا معاها، ولما بترمي القنبلة بترجع تاني للمية لما نيك بيشدها. وقتها بيقرر باتريك يضحي بحياته وبيرمي نفسه على القنبلة وبينقذ الباقيين وبيموت هو، بيموت بطل زي ما حلم طول عمره. وفجأة بنشوف جوين وسلون وبراكس في الجزيرة وكأنه مفيش حاجة حصلت، وبيعلق لورك صورة باتريك مع باباه لأن الاتنين أبطال ضحوا بحياتهم عشان الباقيين يعيشوا. وبكده تكون انتهت رحلتهم، وبتجيلهم طيارة ترجعهم لبيتهم من تاني. بيوصلهم رورك، بس قبل ما بيمشي براكس بيقول له رورك انت كنت جاي مع اخوك، جيت لحلم اخوك مش حلمك انت، عشان كده انت لسه قدامك فرصة تحلم حلمه ويتحقق. فبيقول له ان حلمه اخوه يرجع لبيته وحياته من تاني، فبيقول له رورك ده ممكن يحصل في حالة واحدة بس، لو فضل براكس في الجزيرة يخدمها معاه. فبيوافق براكس على الشرط ده، وفي اللحظة دي بنلاقي جيدي رجع وبقى في الطيارة حي مع جوين وسلون، وبيخلص الفيلم على كده، وبنصحى من الكابوس ده أخيرا. قولوا لي بقى، عمركم حلمتوا بكابوس أوحش من كده؟ الفيلم ده من كتابة ريم هشام المعاليفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.